احنا بتمرن مع الفرقة الحمد لله، وربنا يسهل خلال الأيام الجاية إن شاء الله. أنت هتسافر البرتغال صح؟ لا لسه، ربنا يسهل يعني. الإصابة هتكمل علاجها؟ لا مفيش جديد يعني، لسه بشوف نفسي في التمرين، ربنا يسهل ومن غير ألم هكمل مع الفرقة. لا قدر الله في أي حاجة هروح أكمل علاجي في البرتغال إن شاء الله. هتسافر اليابان معاك؟ إن شاء الله. دكتور إيهاب علي يعني طمنك ان انت ممكن تشارك في اي ماتش في اليابان؟ ما انت اسأليه هو يعني، انا ما اعرفش، ربنا يسهل ان شاء الله كل الامور احسن ان شاء الله. انت شايف ان النادي الاهلي استعداداته ايه؟ هيحقق مراكز متقدمه ان شاء الله في اليابان؟ نتمنى ان شاء الله يعني، طبيعي ان اي بطوله بندخلها بنتمنى ان احنا بننافس عليها ان شاء الله، ربنا يسهل والامور تكون كويسه.